وقائد الفريق في متابعة عمار جمل. وكرة الهدف الأول عامر معزة، قلت تساعد لاعب الساق اليسار عامر معزة باغت الجميع ويسجل أولى أهدافه مع النجم الرياضي الساحلي في 9 دقائق لعب من هذا الشوط الأول بالساق اليسار، كرة ثابتة عامر معزة يسجل أماس لصالح إعادة للهدف الأول في هذه المباراة. عامر معزة بالساق اليسار ممتازة ركنها في الزاوية البعيدة، ولو أن الحارس سيف الشرفي يتحمل برشا مسؤولية في هذا الهدف، بطبيعة كان في المكان اللي المفروض يكون فيه هو، لأنه هذا الخليل بانجورا في بداية هذا الهجوم يرفع كورة دييغو أكوستا، ترويض خير محكم عليه البريغي دييغو أكوستا، والهدف الثاني لرامي البدوي للنجم الرياضي الساحلي. دفاع اتحاد بن قردان يتفرج في 20 دقيقة لعب، رامي البدوي يضيف الهدف الثاني. هفوات قاتلة في دفاع اتحاد بن قردان، كان يتفرج في العملية، شوفوا دييغو أكوستا يقاتل على هذه الكرة ثم تمر في منطقة شاغرة.